السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنعرف مشكل الذي يؤدي إلى فصل الدواغط لكمبريسور سنترال نيجاتيف بكنترولر نيفو دويل، يعني مراقب مستوى الزيت. كل مرة شكون الكمبريسور كيخرج بريغيلاتور نيفو دويل. إذا هنا عندنا الريزيرفوار الزيت، عبرنا لا بريسيون ديالها جبرناها تقريبا 1.3 بار، ولا بريسيون اللي عندنا في لاين دلاسبيراسيون بيراك 1.4، دونك ميم بريسيون اللي عندنا في لاسبيراسيون وفي الريزيرفوار الزيت. وحنا كنعرفوا ان لا بريسيون ديال الريزيرفوار الزيت كتكون اكثر على حسب النوعيه ديال كلابين طاري. هذه كلابين طاري هي اللي كتخلي لا بريسيون ديال الريزيرفوار اكثر من لا بريسيون ديال لاين دلاسبيراسيون، ونفس الوقت اكثر من لا بريسيون ديال الكارتير، يعني نفس البريسيون بين لاسبيراسيون والكارتير. دونك هنايا كما كتعرفوا الروتور الزيت كيرجع لي كومبريسور من التحت، من هنا بهذا الفليكسيبل كيرجع لي كومبريسور. دونك لا بريسيون ستكون في الريزيرفوار اكثر من لا بريسيون اللي كاينه في لي كارتير باش الزيت ترجع بشكل جيد لي كومبريسور وما يقطعوناش لي كومبريسور بمشكل ديال الزيت. اذا غادي نبدلو ان شاء الله هاد كلابين طاري. لاحظوا معايا 1.4 بار هو الديفيرونسييل، يعني لا بريسيون ديال الريزيرفوار دائما غتكون اكثر من لا بريسيون ديال لاسبيراسيون ب 1.4. دونك هاد كلابين طاري كيديغازي لا بريسيون اللي كاينه في الريزيرفوار، يعني حيتاش الريزيرفوار كيدخل له الزيت او كيجي له الزيت من هنايا من السيباراتور، كيجي الزيت من السيباراتور، الزيت كتهود لتحت ولا بريسيون كيتيفابورا اللي كاينه في الزيت كتبقى الفوق، وهذا هو ديكازاج، يعني بريسيون كترجع لاسبيراسيون باش ما طلعش بريسيون بزاف، حيتاش الا خليناها هكاك غتطلع لا بريسيون بزاف. نفس الوقت كنحافظوا على بريسيون ديال الريزيرفوار اكثر من لا بريسيون ديال لاسبيراسيون باش الزيت ترجع مزيان لي كومبريسور وما يقطعوناش بالسيكوريتي ديال الزيت. ولهذا لا بريسيون ديال الريزيرفوار دائما خصها تكون كثار باش كتدفعنا ديك الزيت رجعوا لي كومبريسور بشكل جيد وما يقطعوناش لي كومبريسور كما قلت لكم. دونك كومبريسور يقدر يقطعوا بلي ريغيلاتور نيفو ديال الزيت، حيت هو ريغيلاسيون نفس الوقت سيكيريتي. دونك لاحظوا معايا هنايا لا بريسيون اللي عندنا في الريزيرفوار الان بعد تبديل تغيير كلابين طاري عندنا تقريبا 2.4 ولا 2.3. دابا بدلنا ديك كلابين ولا بريسيون ديال الريزيرفوار طالعه، لاحظوا معايا لا بريسيون 1.3، يعني تقريبا هنايا تقريبا 1 بار ديال الفرق. مازال خصها تطلع الفرق ولكن حيت عاد ديمارينا عاد بدلناها. دونك لا بريسيون دابا اللي عندنا في لاسبيراسيون قليله على لا بريسيون اللي عندنا في الريزيرفوار. اذا هذا هو المشكل اللي خلى لي كومبريسور يقطعوا بلي ريغيلاتور نيفو دويل، ونفس الوقت ممكن يقطعوا حتى بريسوستا دويل، مي دائما ريغيلاتور نيفو دويل كيقطع قبل من بريسوستا دويل في الحاله الا كان مشكل ديال النيفو دويل في الكارتير. تحياتي لكم والى اللقاء.